معكم بنات، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير، ونتمنى لا فيديو ديالي تلقاكم بخير وعلى خير. بالنسبه اليوم فانا غندير فطيره اللي كتجي جد رائعه شكلا ومذاقا، وما فيهاش مكونات كثار. المهم خليكم معايا هنايا العجين. غادي نبداو بالعجين. فهنا عندي زلافه ديال الدقيق، غادي نزيدها معلقه غير صغيره البنات ديال الزبده، حيت مازال غنديروا الزيت هكا. صافي، وغادي نديروا بيضه. المهم انا غادي نخلط كل شيء، كل اللي ما كيبغيش يخلط يدير تيدخل ديك الزبده في الدقيق عاد فاش يخدم. صافي، غندير شويه الملحه. نديرو شوية الزيت، يجهد معلقة ديال الزيت دابا حيت مازال غنعاودو نديروه. صافي، غادي نديرو خميرة ديال الألزا. خميرة الحلوة، غادي نزيدو شويه ديال المعلقه ديال واحد شويه ديال الخميره ديال الدار. جهد هكا غير نص معلقه. صافي، غادي نطفيو الحليب البنات وغادي نخدمو به. البنات كيف ما كتشوفوا فانا شديتها حطيتها هنا في العجانه. غادي نبقى كنزيد الحليب بشويه بشويه، تنخلط بعد هاد المكونات كامل، ونبقى نزيد في الحليب من بعد ما سخنته. غادي نبقى نزيد فيه بشويه بشويه حتى نعجنها. المهم البنات باش ما نديرش لكم الصداع فانا غادي نخليها تعجن ونرجع لكم. كتشوفوا البنات من بعد ما تخلطات فانا غادي نزيدها شويه زيت العود ثاني، تقريبا دابا جات شي جوج معلقات هكاك. صافي، وغادي نخليها كتعجن ثاني. صافي البنات كيف كتشوفوا من بعد عجنتها فهي كتجي رطبه على هذا الشكل هذا، وكتبقى تلصق واحد شويه. المهم غادي نخليها ترتاح حتى تخمر ونعاود نرجع لكم. البنات هي العجينه غطيتها وخليتها تخمر شويه كيف كتشوفوا. صافي، غادي نخليها على جنب. غادي ناخذ هنايا بالنسبه للحشوه فانا غادي ندير بصيله هنايا، ندير معها شويه ديال الزيت البلديه. صافي، وغادي ندير معها مليح. صافي، غادي نخليها البنات حتى تتشحر مزيان وتهبط ونرجع لكم. صافي البنات، هنا من بعد ما البصله طاحت ليا درت فيها هنايا الطون، علبه ديال الطون، ودرت شويه البزار وشويه ديال هذا ديال الزعتر. وصافي غادي نخلطهم هكا. صافي، وهنايا خديت الفرماج موزاريلا هذه. صافي، وغادي ناخذ الصلصه ديال البيتزا. وغادي ناخذ البنات الصلصه ديال البيتزا. انا هنا عندي جاهزه، يعني شريتها جاهزه، من نتوما اللي صايبها في الدار تكون احسن بحال ما هكا. صافي، دابا غادي من بعد ما خمرت لي العجينه، هي خمرات، غادي نبدا دابا كنعمر فيها. خليكم معايا. ودابا من بعد ما سرحت العجين بحال هكا فانا غادي ناخذ الصلصه ديال البيتزا اللي ديجا كيف قلت لكم ديجا انا شريتها صايبه. صافي، سرحتها بحال هكا، نزيد واحد شويه هنايا.
وغادي ناخذ الخليط ديالنا. غادي نبدا كنحط هكا غادي ندير الخليط ديالي كامل. صافي البنات، وغادي ناخذ هكا موزاريلا، غادي نبدا ندير هكا. صافي غنكسر هذا الخضر هذا، وغادي نبدا كنهز هكا. غير بشويه البنات، لحقاش العجينه كتكون رطبه بزاف. صافي كيف قلت لكم البنات، باش نطلع الكاميرا. صافي انا غادي ندير هكا، نشد هادو غادي نقطعهم بحال هكا. المهم بالقياس اللي بغيت انا هكا هكا، حاول نديرهم في الحق. معليش نحاول ندخل شوية هكا لداخل باش يجينا الشكل ديالو مزوين. صافي وغادي هكا نبقى كندور هكا. ما حتى هاد الشكل هذا حتى انا احسن حتى الطبيعة غادي نصايب بالشكل. غادي ناخذ هاد الطاوة البنات، فانا غادي ندهنها شوية، ندهنها بشوية الزيت باش ما تسرب. المهم هي ديجا ما كتلصقش، مي غير باش ما تلصقش اكثر.
كنصايب في هاد اللعيبات هادو هكا كنهز كنجر وكنحط لتحت باش منين نحطهم يجي منظرهم زوين هكا بحال هكا على هاد الشكل هذا البنات ماما غادي نجر هكا عاد رجع الخشينه لتحت مره صافي فانا غادي نهزها هكا كنهزو في نفس الوقت كنقاد هكا هنايا غادي نحاول نلصق هادو المهم هادشي راه غنغطيه هاد الناس معادش يبقى هكا غادي ليها في الجنب صافي كنبقى كندير لها ها باش كنقاد جميع المستويات كيجيو مقادين صافي كتجي لها هاد الشكل هذا دابا البنات فانا غادي ندهنها بصفرت البيض وغادي ندير عليها شويه الزنجلان وندخلها للفران صافي البنات كيف قلت لكم دابا غادي ندهنها هنا درت صفار بيضه صافي انا غادي ندير نص ديال الزنجلان ونص الشوفان هكا باش تجيني مختلفة اللي كندير نص هكا ونص هكا صافي دابا غادي ندخلها للفران على درجة حرارة 180 غادي ندير لتحت نشعل لتحت حتى طيب ونعاود نطلعها الفوق طيب الفوق وكانت البنات هذه هي الفطيره ديالنا كتجي رائعه بزاف وكتجي رطبه هكا كيف ما كتشوفوا وهشيشه ايوا البنات الا كيعجبكم بحال هذه الفيديوهات بقاو ديروا ليا جيم وتابوناو معايا وتضغطوا على الجرس باش دائما توصلوا بالجديد وشكرا باي باي في فيديو جديد ان شاء الله.